أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. في تغطية خاصة لمباريات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والآن لنبدأ. يخوض المنتخب التونسي منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا. يختتم نصر قرطاج مباريات مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب غامبيا، وذلك إن شاء الله يوم الخميس 20 جانفي يناير 2022 على ملعب ليمبي، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، 9 ليلا بتوقيت مصر، 10 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية. مشاهدة طيبة للجميع، دمتم في رعاية الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.